بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم على الـ Programming Features. فبنشوف إن عندنا في المشين أجزاء لابد إن احنا نعمل لها عملية Programming. فبيقول لي All Turing Center have a certain programmable features. فليجي للتارت Index اللي هي بيبقى عليها مجموعة الأقلام. ف دي أول جزء لازم نعمل له البروغرامينج. بعد كده السبيندل اكتيفيشن، إن السبيندل لازم نعمله عملية البروغرامينج. فبنعمله عملية البروغرامينج بنجد إن هي في 4 ways إن شاء الله هنعرضهم اللي احنا بنتم فيها عملية البرمجة للسبيندل. بعد عندي الفيد ريت، وعندي بعد كده الكولنت اللي هو عملية التبريد أو اللوبريكيشن. دول الأساسيين، دول الأربع نقاط الأساسيين اللي هنتكلم عليهم. في بيقول لي some Turing center have additional programming features. زي إيه؟ يقول لي جو الفك اللي هو بتاع الشات open and close، دي برضو ممكن بنعملها في بعض الماشينز، بنعملها open and close عن طريق البرمجة. التيلستوب position، وضع التيلستوب برضو، الدور open and close و other jobs. بس انا اللي يهمني ان احنا نعرف ان في الاربع عمليات الاساسيه اللي هي التارت والسبندل والفيد والكولنت، هم دول اللي احنا بنعملهم او ثابتين في كل الماشينز. فتعال نشوف اول حاجه اللي هي ايه التارت اندكس، دي اول واحده من اللي هنعملهم بروجرامينج. يقول لي 4 digits تي words تي 01 و 01. يبقى إذن الليتر بتاعنا هو التي، معناها اللي بترمز إلى التول، ونجد إن هو إيه followed by 4 digit 01 و 01. إحنا قسمناهم، فلو بصينا لـ 01 الأولانية بيقول لي إيه تارت ستيشن نمبر. يبقى إذن أنا لما أعرف المشين أنا عايز أعمل مثلا عملية cut off، يبقى أقول له إيه روح، يبقى أنا عارف إن الـ cut off عند الستيشن نمبر رقم واحد، يبقى أقول له إيه تي 01 و 01 التاني اللي هي إيه الـ where offset نمبر. بيقول لي with most turning center the turret will simply take the shortest direction to the commanded station by the commanded station. بيقول لي by directional turret. يعني هنا عايزين نوضح نقطة، ان بيقول لي ان انا لما اقول له روح على ال T01 معناه ان هو هياخد هي باي دايركشن، يعني ايه؟ يعني بتقدر تمشي في اتجاه اقرب او اكثر، فبتشوف الشورتست واي عشان تصل الى الورك بيس. طب هل لو المشين ما فيهاش الخاصيه دي مش هنقدر نوصل؟ قال لي لا، ده انا ممكن كمان ان انا اقدر اني عن طريق الكودز اللي هي الام 32 والام 33 اقدر احدد التول هيمشي ازاي. باذن هنيجي نقول له with some machines the turret rotation direction can be specified with the two M codes. اللي انا هو يبقى انا لما بقول عايزه يمشي كلوك وايز، لان انا شايف the shortest way للتول اللي انا حددته انهي ستيشن نمبر اللي هو موجود عليها، انا شايف ان الشورتست واي اللي هيروح لكلوك وايز يبقى له M32 او هدي M33 لو عايزه يتحرك كاونتر كلوك واي. طبعا دي يا شباب زي ما اتفقنا اللي هي موست فاري فروم بيلدر تو بيلدر، دي المشين بيلدر حسب، يعني زي ما انا قلت ان في عندنا امك وفي عندنا فان وفي عند في عند حسب نوع المشين بنجد ان ايه المشين بيلدر بيضع الكودز، ولذلك لابد ان انت تفهم تماما المشين اللي انت هتشتغل عليه. بكده نكون وصلنا لهذا المقطع، نراكم ان شاء الله في مقاطع اخرى. السلام عليكم.